النهارده هتكلم عن اعظم لعيب برازيلي ومدافع في مكانه كان من احسن المدافعين اللي ممكن تقدر تشوفهم في العالم. هتكلم عن لعيب اسمه كافو. اتولد كافو في مدينه ساو باولو 1970 في 7 يونيو. كان بيلعب كظهير ايمن ومدافع وبيصنف انه من افضل 100 لاعب في التاريخ. اتولد من عائله فقيره قوي، كانت كره القدم بالنسبه له هو هروبه من الفقر. ابتدى كافو كرة القدم بدري من 7 سنين ولعب في فرق محلية ولعب كرة صالات لمدة سنين، ولكن آخر سنتين وده اللي خلاه عنده مهاراته في التحكم في الكرة الخماسية إنه كان بيلعب كتير جدا، فلما كان بيلعب وعنده التحكم في الكرة رفض إنه يكمل في الخماسي واتنك على بعض الفرق، وساعتها بعض الأكاديميات اتنك عليهم ومبقاش إن هو يروح، فكر إن هو يلعب في ملعب ال11 وحلمه ابتدى انه يكبر. فابتدى يتنك على بعض الاكاديميات المحليه للشباب انها كانت عزاء، حتى راح بقى لما كبر شويه نادي اسمه ساو باولو عام 1988، وظهر لاول مره بعد التوقيع وهو في سن 19 سنه، وكان مدربه فرحان قوي بيه. لما لعب في ساو باولو وامكانياته دي وقدرته في الملعب، لعب في مركز المدافع وخط النص وحقق معاهم كاس العالم مع البرازيل مرتين، ودوري أبطال أوروبا مع ميلان مرة واحدة، والدوري مرتين ومرة مع روما وميلان، وبرضو ما ننساش كاس السوبر مع ميلان وروما وكاس القارات مرة واحدة وكوبا أمريكا مرتين. أنا بكلمكم هنا عن مدافع من الطراز زي ما بيسموه، تقيل قوي. محدش من المدافعين اللي جم في العالم ما بيحبش يتفرج على لعبه ولا يتفرج على تاريخه ولا يتفرج على إمكانياته ولا بيتفرج على تدريباته كان بيتدرب ازاي ولا بيتفرج على ازاي انه كان بيفكر يلعب في المركز ده، ان اي مدافع كان بيعمل له بصراحه الف حساب. بكلمكم عن اسطوره من اساطير السحر المستديره، اللاعب البرازيلي